يبقى النهارده على التيومر ايمونولوجي، يعني الاميون سيستم بيعمل ايه مع التيومر. اولا لازم نعترف بحاجه مهمه قوي، ان الكانسر بيحدث في الاميون ديفيشنسي. يعني لما واحد يجيله اميون ديفيشنسي بيبقى عرضه للكانسر اكتر من الناس التانيين 100 مره. طيب ايه اثبات الكلام ده؟ اقول لكم اثبات الكلام ده ايه. نمره واحد، في الاكستريم اوف ايج، يعني الصغيرين قوي او العواجيز قوي، هنا الاميون سيستم نوت ويل ديفلوب ان سمول ايج، هنا الاميون سيستم اكزوستد في في الناس الكبار، وبالتالي دول الانسيدنس بتاع التيومر او بتاع الكانسر فيري هاي. انما في الرينج ده في الادولنس الاميون سيستم كويس، فالكانسر بيبقى النسبه بتاعته ضعيفه جدا. طبعا انتوا عارفين مستشفيات الكانسر بتاعت الاطفال كتير قوي قوي، ليه كده جالهم ليه؟ عشان الاميون سيستم بتاعهم ضعيف. دي اول حاجه تبين ان التيومر از ديو تو اميون ديفيشنسي. طب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجة، الناس اللي بيتعمل لهم ترانسبلانتيشن يعني زراعة أعضاء، غالبا لو كان قالوا جرافت غالبا بياخدوا اميونو سبريسيف دراجز، دول عرضة ان يجي لهم كانسر عن الناس اللي ما بياخدوش انتي سبريسيف دراجز. طيب الناس اللي بيجي لهم فيرال انفكشن زي ال HIV Human Immune Deficiency Virus اللي بيعمل لهم ال AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome، دول بيجي لهم كانسر زي كابوسي ساركوما. نتيجة ايه؟ نتيجة ال Immune Deficiency. تمام؟ طيب في حاجة تانية Experimental، لو جبت أرنب نيونيت يعني لسه حديث الولادة نيونيت، ورحت شايل منه الثايمس قطعت الثايمس، دي اسمها ثايمكتومي. فلو جبنا 100 فار في النيونيت شلنا الثايمس وجبنا 100 فار تاني سبناهم عاديين وبعدين حقنا فيهم اونكوجينيك فيروس، يعني اونكوجينيك يعني مسبب سرطان، ثبت ان الادينو فيروس بيعمل سرطان في الفئران. حقنت الفئران اللي اتعمل لهم ثايمكتومي 99% منهم جالهم كانسر. يعني ايه ثايمكتومي؟ يعني بشيل الثايمس. يعني ايه بشيل الثايمس؟ يعني مفيش تي ليمفو سايز، لا هيلبر ولا سايتوتوكسيك ولا الكلام ده خالص. تمام؟ طيب والفئران العاديين 1% او مفيش خالص جاله كانسر. يبقى دي كل دي علامات تبين ان الاميون ديفيشنسي لما يقل الثايم الكانسر بيزيد. طبعا في سيرتن ديزيزز بقى زي الدايابيتس وزي الفيرال انفكشن ومش عارف ايه ده، كل ده بيقلل الاميونتي وبالتالي دول الناس دول ممكن يجي لهم كانسر. طيب الاميون سيستم موقفه ايه من الكانسر بقى؟ أنا عاوز أعرف الكانسر ده خلية مش طبيعية، آدي الخلية الطبيعية أهي وآدي الريسبتورز اللي عليها اللي متعود عليها الجسم ومتعود عليها الميجور هيستو كومباتيبلتي. آدي الخلية السرطانية أهي وعليها بقى شوية أنتيجينز غريبة جدا لا علاقة لها بالأنتيجينز الطبيعية. وبالتالي these new or foreign antigens دول must be attacked بإيه؟ أقول لكم بإيه؟ أول حاجة إن يتكون أنتي بوديز. الأنتي بوديز تروح تمسك هنا، والأنتي بوديز ليه 2 اف اي بي و1 اف سي أهي. الإف سي دي بقى مصدر جميل للدستركشن أوف تيومر أو الكانسر. إيه؟ تمسك فيها الحتة دي يمسك فيها الكومبلمنت. ده الإف سي. الكومبلمنت مع أنتي بودي يعمل لايسس.
يمسك فيها ايه الاف سي دي؟ الماكرو فيجس. يبقى دي تعمل اوبسونايزيشن، يعني انكريز فاجوسايتوزيس، تاكل كتير منها. تمام؟ الحته دي يمسك فيها الانتي بودي ديبندنت سايتوتوكسيك سيلز. يبقى ده اول مهاجمه للكانسر بايه؟ بالانتي بودي ديبندنت سايتوتوكسيك سيلز، بالكومبلمنت، بالماكروفاج. طيب في بقى دايركت اتاك بحاجه اسمها الناتشورال كيلر، فاكرينها؟ الناتشورال كيلر تطلع البيرفورينز والجران انزيمز تعمل ابوبتوزيس او كيلينج للكانسر سيلز. تاني حاجه. تالت حاجه ايه؟ تالت حاجه الماكروفاج شخصيا بقى تروح تاكل الخليه، ماكروفاج تعمل فاجوسايتوز. بس ده بقى ضعيفه، لما يكون في انتي بودي بتزيد شرايطها، يعني تبقى فيها اوبسوليت. ايه كمان؟ التي سايتوتوكسيك ممكن ليها دايركت سايتوتوكسيك اكشن على الكانسر. ايه كمان؟ الماكروفاج بتفرز جاما انترفيرون وتيومر نيكروزنج فاكتور which can destruct the tumor. يبقى ربنا خالق في جسمنا ديفنس ميكانيزم جامد ضد الكانسر، منه ما هو ناتشورال، ناتشورال زي الفاجوسايتس وزي الناتشورال كيلر، ومنه ما هو اكواير اللي هو زي الانتي بودي ديبندنت سايتوكسيستي سيلز والكومبلمنت اكتيفيشن والانتي بودي فورميشن. كل ده بيعمل ديستراكشن للكانسر. هاو ذا كانسر از انهانسد، انهانسد يعني يهرب من الاميون. ازاي بقى الكانسر سيل، الكانسر سيل بتهرب من خطوط الدفاع دي كلها؟ تهرب منها ازاي دي؟ قال شوفوا بقى بتعمل ايه. اولا الانتيجين او التيومر انتيجين اللي طلع جديد على الخليه ده از فيري ويك، فيري ويك، ضعيف. فالاميون سيستم بيضعف، الاميون سيستم مش لاقي حاجه يشتغل عليها، حاجه ضعيفه جدا. لما ادي فيري ويك انتيجين ادي فيري ويك اميون ريسبونس. ودي اسمها يعني سنيكينج اوت، يعني عامل زي التعبان، خفيف خفيف خفيف، وبعدين تلاقوه زاد مره واحده وما نقدرش عليه بقى. مشكله الكانسر اذا اتعالج من اساسه من الاول وي كان اوفر كام ذا بروبلم، لكن لو سبناه وعمل بقى هيوج وعمل ميتاستاسيز، ميتاستاسيز يعني راح في كل حته في الجسم، يبقى واحد عنده تيومر في الليفر ويروح للكبد، يروح يروح قصدي للستومك، يروح للبونز، وهكذا. يبقى ده أول حاجة ويك أنتيجين. طيب إيه كمان؟ الأستاذ تيومر أنتيجين ده هو التيومر روح منزله في الإيه؟ في السيركوليشن، شايفين؟ منزله في السيركوليشن. أنتوا عارفين الغواصات لما تيجي الغواصة يجي عليها صاروخ تروح مطلعها برميل كده بعيد عنها، يقوم الصاروخ يضرب في البرميل، يبقى دي حاجات بتشوش. فايه الانتي بودي او الاميون سيستم يروح ماسك في دول وسايب البي ده عمال يكبر. تمام؟ يبقى ده ريليز اوف بيج اماونت اوف تيومر انجن ان سيركوليشن، ذيرفور ات كان ديبيت الاميون سيستم ويشتغل على دول. طيب انتوا شايفين التيومر انجن عامل ازاي؟ ها؟ يروح عامل كده. ايه ده؟ يغير شكله. يبقى ده بيعمل تشينج في الموديوليشن، يبقى موديوليشن تشينجز، يعني بدل ما كان شكله كده يبقى شكله كده، يبقى الاميون ريسبونس، الاميون ريسبونس اللي كانت ضد دي وخلاص الجسم اتعود عليه ابتدى يتعمل له انذر اميون ريسبونس. طيب ايه كمان؟ الانتي بودي اللي بيمسك في الانتيجين بيقولوا عليه انكمبليت انتي بودي، نوع من الانتي بودي اسمه انكمبليت. ده ما يخليش الكومبلمنت يلزم. فالكانسر بيخلي الخليه مضطره انها تطلع او تطلع على مزاجه انكمبليت انتي بودي، فبالتالي انا خسرت الكومبلمنت. وخسرت كمان الفاجوسايتس انها تمسك في الانتي بودي، ما يحصلش اوبسونايزيشن.
انتوا فاهمين ازاي ولا لا؟ طيب ايه كمان؟ قالوا ان الكانسر ده هو ساعات اصلا يبقى مستخبي في بريفيليج بارت ان ذا بودي زي السيمن واللنس والسي اس اف والسي ان اس، تمام؟ فما ده مش دريان بيه التيومر بايه؟ شاري مخه، الاميون سيستم اشتري مخه مش شايف انش، ده كله موجود بريفيليج. ايه كمان؟ الكانسر بيطلع بروستا جلاندين بيعمل انهبيشن للماكروفاج، والماكروفاج دي لو حصل لها انهبيشن مش هتطلع اي ستيميوليتور لتكسير هذا الكانسر ولا للتي لينفوسايتس ولا تطلع انترلوكين 2 المهم قوي للناتشورال كيلر. فالناتشورال كيلر تبقى فيري ليزي، تبقى بطيئه جدا، تبقى قاعده كده زي تنابله السلطان مش لاقيه حاجه تنشطها اللي هو زي انترلوكين 2. التي سايتوتوكسيك عاوزه جاما انترفيرون، مفيش جاما انترفيرون، مفيش خالص، وبالتالي التي لينفوسايتس ما بتطلعهاش، وبالتالي مش هتبقى في دايركت سايتوتوكسيك افكت. الانتي بودي ديبندنت سايتوتوكسيسيتي سيل ما هياش لاقيه انتي بودي تمسك فيه عشان تعمل ديستراكشن للتيومر سيلز. خدوا بقى كمان ايه ده في لارج ايج او في فيري سمول ايج، تمام؟ فالاميون سيستم ضعيف مش عارف يشتغل، الجدع ده عمال ياخد ادويه اميونو سبريسيف دراجز ترانسبلانتيشن، عنده هايبر سنسيتيفيتي، عنده لوبس، امراض اوتو اميون، فبياخد ايه؟ بياخد اميونو سبريسيف دراجز. الناس اللي بياخدوا كورتيزون اللي هو اضعف اميونو سبريسيف برضه ممكن يجي لهم كانسر. يبقى انتوا عرفتوا الكانسر بيهرب ازاي؟ بيهرب ب 900 ميكانيزم. اول حاجه الانتيجين ضعيف فالاميون ريسبونس ضعيف، الانتيجين بيطلع بره فبيتكون له انتي بودي ويتلهي فيه ويسيب دي عمال يكبر، وانس انه كبر البروبلم كبر مش هنعرف. الانتيجين بيحصل له موديوليشن، انتيجينيك موديوليشن، يغيرك الموديل بتاعه، يبقى الانتي بودي ما ينفعش، زي ما واحد يلبس قميص موديل وبعدين يروح عليه القميص يقوم يرميه. الانتي بودي ممكن يبقى انكمبليت فما يحصلش كومبلمنت فيكسيشن، ما بيحصلش رايسز. الانكمبليت الفاجوسايتس ما بتمسكش، مفيش فاجوسايتوزيس، الفاجوسايتس عماله تتهبط بالبروستاجلاندين اللي بيطلع من الكانسر. اول ما الكانسر يكبر، على فكره بقى الكانسر بقى في حاجه مهمه قوي، ان ممكن الانجين بتاعته دي تتغطى بشاء حواليها يقوم يمنع الاكسبوجر بتاعها للاميون سيستم. انتوا عارفين الكانسر، عارفين الكرومبا، الكرومبا لو حد زرع كرومبا او شاف كرومبا بتطلع ازاي، هي الكرومبا تبقى كده وبعدين بتكبر من بره مش من جوه، عماله تعمل ايش من بره ايش من بره، وبالتالي كل ده عمال يغير في الانتيجين ويبعد الاميون سيستم عن الايه، عن الكانسر. ده هروب الكانسر. طب انا اعالجه ازاي؟ ما هو ما دام اميون ديفيشنسي يبقى العالج الاميون سيستم، يبقى ده اسمه اميونو ثيرابي اوف كانسر. الاميون ثيرابي ده ايه بقى؟ في حاجات سبيسيفيك وحاجات نون سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني ادي العيان بي سي جي اللي هو الفاكسين بتاع التي بي، البي سي جي بيعمل بيزود السيل ميديتد اميونيتي، يعني بيزود التي سايتوتوكسيك اكتيفيتي، يبقى انا زودت تي سايتوكس اكتيفيتي. نون سبيسيفيك، احنا مش عارفين التيومر ده نوعه ايه. ادي ايه كمان؟ ادي ثايموزين، هرمون ثايموزين اللي هو يعمل اكتيفيشن للثايموس جلاندز تو بروديوس مور اند مور تي لينفوسايتس. مفهوم؟ دي بقى يعني ده مثلا من النون سبيسيفيك. ايه السبيسيفيك بقى؟ انا عندي كانسر مثلا ليفر، كانسر اي حاجه، اخد الكانسر سيل
الكانسر سيل واعمل لها موديفيكيشن واحقنها في ارنب، الارنب هيكون انتي تيومر او انتي كانسر، الكانسر ده اسمه علي يبقى انتي علي، احقنه في البني ادم يروح يمسك في مين؟ يمسك في مين؟ فعلي، علي ده مين السرطان ده؟ يبقى الكانسر بحقنه وباخد الانتي بودي، يبقى ده اسمه باسيف انتي بودي تريتمنت، يعني باسيف تريتمنت زي الباسيف اميونيتي ان انا ادي انتي بودي. طيب الانتي بودي دي بتروح تمسك في الكانسر، لقينا ان هي مش قوي قوي يعني ما تمسكش قوي. انتوا عارفين الانتي بودي اهي تو لايت تشينز تو هيفي تشينز، ده الاف اي بي وده الاف اي بي وده الاف سي. الاف اي بي ده اهو مجهز لانه يمسك في الكانسر. طب الاف سي ده اروح لازق فيه توكسينز، فالانتي بودي يلزق في الفيروس ويروح مطلع التوكسينز على الكانسر. الزق فيه حاجات اشعاعيه يعني راديو اكتف ماتيريال، تروح داخله عليه ما اديش العيان بقى اعرضه كله للراديو اكتف ماتيريال، ما اعرضش العيان كله للتوكسينز، لا ده هو الانتي بودي دي بتروح على الانتيجين لان انا محضرها للانتيجين ده اهو وبعدين تفرز. ده اسمه ماجيك بوليت، الطلقه السحريه، ماجيك بوليت رصاصه لازق فيها شويه سم، تروح تخبط في البني ادم تموته بالسم كمان. تمام؟ يبقى دي اللي هي الباسيف اميونيتي. طيب اجيب الكانسر، حته الكانسر ده ايه؟ واحطها اعمل لها تيشو كالتشر، ازرعها وازرعها مع الناتشورال كيلر سيلز او التي سايتوتوكسيك بتاعه المريض، اروح حاططها معاها، يبقى في ناتشورال كيلر وتي سايتوتوكسيك ومعاهم الكانسر، واروح عامل حاطط بقى انترلوكين 2 جاما انترفيرون عشان اعمل اكتيفيشن دول للكانسر، وبعدين احقنهم تاني، يبقى ده باسيف سيليولار ثيرابي. سيليولار يعني ايه؟ انا قويت الناتشورال كيلر اللي نايمه زي تنبله الصبيان السلطان، اديت لها انترلوكين 2 تمام، والتي سايتوتوكسيك اديت لها الجاما انترفيرون، كل دي بتزود المناعه ضد الكانسر قبل ما ادي اي ادويه بقى. مضطر طبعا ان انا ادي انتي ميتابوليك دراجز يعني اللي هو الكيماويات بقى، اديها له عشان يروح له يكسره العيان يقع شعره ويتبهدل، فده كله كل ده اللي هو الاميونوثيرابي باختصار شديد. دلوقتي ساعات يدوا للعيان بقى حاجه سايتوكاينز انترلوكين 2 جاما انترفيرون، انتوا عارفين علاج الكانسر كان جاما انترفيرون اساسا تمام، فندي العيان جاما انترفيرون نديله قبل ما يعمل كانسر. طيب ونعالج الكوزز بقى اذا كان في كوز عامله اميون سبريشن. ادي الكانسر كيف نتقي. طب اسمعوا بقى، انا لسه هسيب العيان لما يجي له مش عارف كانسر والكانسر يكون كبر واخش في مهاتره كبيره مع الكانسر لان الميون سيستم اتضرب خلاص منه، عمال يكبر ومش عارف عمل ايه وعمل ايه اللي انا شرحته ده كله. طب ما نكتشفه من الاول، اكتشفه من الاول ازاي؟ يعني الناس الكبار في السن دول اضطر اعمل لهم تحاليل، او مش اضطر، مفروض ان انا اعمل لهم تحاليل دوريه كل سنه اشوف حاجه اسمها تيومر ماركرز. كل تيومر ليه ماركر، التيومر ماركرز دي مش هتكلفنا حاجه، يحط في حصاله 10 جنيه كل شهر 20 جنيه وروح اعمل تحاليل. ايه هي تيومر ماركرز؟ حاجة اسمها أونكو فيتال. يعني إيه أونكو فيتال ماركر؟ الأطفال وهم مولودين حديثا عندهم بروتين اسمه أونكو فيتال، ها؟ ده موجود في جسمهم بنسبة عالية أوي. أول ما يكبر ويبقى شاب كده خلاص نسبة قليلة جدا. فالناس اللي عندهم مثلا كانسر ليفر، إيه الأونكوجين؟ اسمه الفا فيتو، فيتو يعني فيتا بروتين،
انتي الفا فيتو بروتين، ادور عندي في الالفا فيتو بروتين ده عالي يبقى ده عندك كانسر ليفر. لكن في الاطفال هو عالي من اصله، مفروض ان هو ديمينشد الليفل بتاعه لغايه ما يوصل لحد بسيط جدا. لو لقيت بتاع ده عالي عنده كانسر ليفر. بروستاتيك سبيسيفيك انج، ايه ده بقى؟ ده برضو حاجات من اللي موجوده في الاطفال الصغير. ما يكبر المفروض تقل، الاقي ايه؟ بروستاتيك سبيسيفيك انجن عالي جدا، اشوف الدايركت واشوف السبيسيفيك او الاندايركت. ايه تاني؟ كارسينو امبريونيك انجن سي اي اي. السي اي اي ده موجود فين؟ لما واحد يبقى عنده كانسر ستومك، كانسر بنكرياس، كانسر كولون. الاوفري بنعمل سي اي 125 كارسينو امبريونيك انتجن رقم 125 في 15 ونص للبريست. واحد على البريست بتاع ما اقعدش استنى، خلي بالكم ان في كانسرز سايلنت. ايه هما؟ كانسر بريست. تبص تلاقي الست تقول لك ايه، وانا داخله بستحمى لقيت حاجه في صدري كده حبايه كده حمصايه. ده انتهينا بقى، ده بقى كانسر بريست وشغلانه مهببه. يبقى لازم الستات دول يتفحصوا اول ما يوصلوا عند 45 الى 50 سنه، لازم يعملوا بيريوديك اكزامينيشن. ازاي؟ نشوف السي اي 15 ونص، كارسينو بريدي قال 15 ونص. اعمل ماموجرام، لان دي مجرد ما ظهرت الحبايه دي وهي حاسس بيها ده الكانسر انتشر. اضطر اشيل البريست واشيل الليمف نودز دريننج، وممكن ما تكون راحت بقى للبون وللبتاع. يبقى ده حاجات وقائيه يا اخواني لازم تعملوها. في حاجه اسمها ماموجرام، حاجه زي الالتراسونيك كده تحط على السردن تبين اذا كان في بؤره من الحاجات دي ولا لا. كانسر ليفر، واحد قال بطنه بتوجعه وراح عمل اشعه لقينا حته بيضة كده في الليفر، نبص اللي هي كانسر ليفر. تمام؟ واحد عمال يجي له اسهال وامساك، سهال وامساك، وبعدين ابتدى ينزل دم. يا راجل حرام عليك، لازم تعمل تشوف وتروح تكشف وتعمل مناظير، يطلع كانسر كول وانتشر. يبقى اذا انا علشان اتفادى ان الكانسر يوصل لحد كبير قوي ما اقدرش عليه بقى والايميون سيستم خلاص انتهى ضعف جدا، اعمل ايه؟ لا نعمل شوت ماركرز. طبعا يعني الماركرز دي نون سبيسيفيك، انما بتدينا نتائج على الاقل 80% غلط، انما في حاجات تانية كتيرة قوي ممكن نعملها. واحد يقول لك عندي حموضة، انا عندي حموضة، معدتي وجعاني، انا عندي حموضة ومش عارف اكل، وعندي مغص وماليش نفس اكل، وبعدين يطلع كانسر استومك. وكانسر استومك ده ايه؟ يعني تيرمينال بسرعة جدا. فطب ما انت كانسر استومك عندك شوية حموضة زادت عن شهر، روح اعمل منظار وخد عينة ونشوف ايه ده. يعني ارجو ان تكونوا فهمتوا الايمونولوجي اوف كانسر. تمام؟في حاجة كمان عاوز الفت نظركم فيها، في هاو ذا تيومر او ذا كانسر اسكيب فروم ذا اميون سيستم، يعني تيومر انهانسمنت. في حاجة مهمة قوي، ان الكانسر سيل المفروض تبقى عليها ميجور هيست كومبتابيلتي كلاس 1، عشان هو ده اللي بيتعرف على تي سايتوتوكسيك، او تي سايتوكسيك بتتعرف عليه. فالكانسر عنده فيري لو ليفل of major histocompatibility complex class 1، وبالتالي انا بفقد السيل ميديتد immunity. شكرا.